Palestinian President Mahmoud Abbas is paying a state visit to China from Tuesday to Friday. Palestinian officials and analysts have said that Abbas' visit will have a positive impact on the Palestinian issue. هذا اللقاء مهم جدا جدا، اللقاء مع القيادة الصينية دائما مهم. الصين بلد له حضور كبير في المجتمع الدولي، وهي هذه الصين العظيمة ملتزمة دائما بالقرارات الدولية بما يخص القضية الفلسطينية، وملتزمة أيضا بحقوق الشعب الفلسطيني. هذا الموقف هو موقف ثابت لم يتغير على الإطلاق، وبالتالي نحن عمليا في سياساتنا الخارجية نتكئ على هذا الموقف الكبير والثابت من الصين في المحافل الدولية وخاصة مجلس الأمن. الصين لا تكتفي فقط في الكلام، بالعكس هذه المواقف الثابتة هي تترجم إلى أفعال، تترجم إلى اتفاقيات، تترجم إلى أشكال من أشكال الدعم السياسي في العالم. لهذا السبب نعم أعتقد أنه الصين تساهم في الدفع باتجاه حل القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. الصين اليوم شريك أساسي مع كل الأطراف في آسيا، في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية وحتى في أوروبا، وبالتالي الصين تدخلاتها في الموضوع الفلسطيني وعلاقاتها وتعزيز علاقاتها مع الجانب الفلسطيني سيساعد وسيساهم في حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في كافة المحافل.